السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج التهاب الحنجرة. بداية، قد نلجأ إلى العلاج المنزلي أو العلاج الدوائي. لنبدأ بالعلاج المنزلي. عليك إراحة الصوت وتجنب الحديث أو الغناء بصوت مرتفع أو لفترات طويلة. وأيضا عليك شرب كميات كافية من السوائل يوميا لمنع الإصابة بالجفاف. وأيضا عليك ترطيب الحلق بشكل مستمر، وذلك من خلال تناول قطعة من العلكة بشكل يومي أو الغرغرة بالماء المالح. وأيضا تجنب مضادات الاحتقان، إذ أنها تسبب جفاف الحلق. وأيضا من الممكن أن نلجأ إلى الأدوية التي يتم استخدام بها، مثلا المضادات الحيوية التي تستخدم المضادات الحيوية إذا كان السبب التهاب الحنجرة بكتيري. وأيضا نستطيع استخدام نيكرودوكسترولتات في حال كان هناك حاجة ضرورية لعلاج التهاب الحنجرة، مثلا استخدام الصوت ل عمليات الإلقاء أو الخطابة أو إصابة الأطفال في مرحلة المشي. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.